المذيع وهو يتحدث عن أعضاء شهداء وتضحيات في سبيل الله دفاعا على الأرض وعلى ضد الغزاة والمطامعين. سألت مريم أباها: لماذا نحيي ذكر الشهداء؟ الأب: إن الشهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن الدين والوطن واستجابوا الله في جهاد المستكبرين في الأرض، فكان لزامهم لزاما أن يحيي ذكرهم لنعيش بطولتهم ونقتدي بهم، لأن الشهداء عظام قبلهم الله بعضا أعظم وأكبر. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهيد يا ابنتي لا يذكر في يوم ولا أو أسبوع، فقد بل نذكره في كل فرحة تذكرنا في الشهيد وفي النجيد الوطني الذي نرتدي قولنا